ما جاوبتني، انتوا تنافسون على الثاني الاول الثالث، وين راح تكونوا بهاي الاربعه؟ لا ان شاء الله نطمح الى نسعى الى الاول ان شاء الله. حتى مع وجود الصدر؟ يعني نسعى الى هذا. نسعى؟ نسعى باعتبار اعطيك رقم بين وبين؟ يعني هو راح بالاخير يعتمد على مشاركه الجمهور. هذا يعتمد على مشاركه الجمهور طبعا، لان هذا أكيد. عدم مشاركه الجمهور الاحزاب اللي عندها تنظيمات راح تطلع راح نفس النتائج. احنا مو هيك حزب بمعنى الحزبيه. احنا لسنا كذلك. واضح. منهج. تيار شعبي. منهج وبعده قوار. ممكن تحصلون ال 35؟ هو هذا القياس، قسم حطوها بين، حتى اطرح لك بين 30 الى 50. مبالغه؟ لا، ال 50 اذا صار اكو اقبال على الانتخابات وشاركت الناس، ال 50 تصبح في متناول اليد.